من انفو لايف تي في معكم مباشره من القدس عناب حلبي لاهم العناوين طالبت الولايات المتحده من ايران بالتوقف الفوري للتجارب الصاروخيه والتي قامت اليوم باجرائها وقد اطلقت ايران تسعه صواريخ وبعثت تحذيرات للولايات المتحده واسرائيل بانها مستعده للرد اذا هاجماها بسبب انشطتها النوويه وقال المتحدث باسم البيت الابيض انه يتعين على ايران ان تتوقف عن اجراء مزيد من الاختبارات الصاروخيه اذا ارادت حقا ان تكسب ثقه العالم تم اعتقال المواطنين طاهر محمد أبو سكوت وعمر سلامة أبو سكوت من قرية رهة البدوية في جنوب إسرائيل بتهمة العضوية في منظمة القاعدة من خلال تسليم ناشطين في التنظيم أماكن لمواقع عسكرية في إسرائيل عبر الإنترنت وكان جهاز الأمن العام اعتقل الشابين قبل نحو شهر قدم اليوم تقرير من احد الضباط بجهاز المخابرات الحربية الاسرائيلية يعلن ان حزب الله يزداد قوة في جنوب لبنان، بالاضافة الى ازدياد عمليات تهريب مزعومة للسلاح الى حزب الله عبر سوريا والتي تاتي من ايران. اما لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الاسرائيلية فاكدت ان الطيران الاسرائيلي سيواصل تحليقه في الاجواء اللبنانية. تصادف اليوم الذكرى السنوية الرابعة لقرار تشييد الجدار الفاصل في قرية نعلين في الضفة الغربية وقد وقعت تظاهرات عنيفة احتجاجا على بناء الجدار الفاصل وقد اشتركت في هذه المظاهرات ما يقارب 300 يسريون إسرائيليون وأجانب ومواطني قرية نعلين بجانب رام الله قتل ثلاثة من ضباط الشرطة وثلاثة مهاجمين في معركة بالسلاح جرت عند مدخل القنصلية الأمريكية في تركيا وذكر شهود عيان أن إطلاق النار استمر خمس وعشرة دقيقة وذكرت وكالة الأناظول أن إحدى الضباط القتلة يعمل في القنصلية والاثنين الأخرين من ضباط المرور عاد التوتر شمال لبنان مع سقوط ثلاثة قتلى وأكثر من ثلاثة وثلاثون جريحا في مواجهات ضارية بمدينة طرابلس بين السنة والعلويين وتتقاسم مجموعة أحزاب وتيارات النفوذ في منطقة جبل محسن وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي العربي بينما يتواجد في منطقة باب التبانة وهي واحدة من أفقر مناطق لبنان مؤيدين لتيار المستقبل بزعامة النائب سعد الحريري من انفو لايف تي في كانت معكم عناب حلبي من القدس طبت اوقاتكم والى اللقاء